الحقيقه جاذب لكل وسائل الاعلام طبعًا. ملوش حل ومع كل انجاز جديد ومع كل رقم قياسي بيحطمه اكيد انظار العالم وبطبيعه الحال وسائل يعني التواصل الاجتماعي والصحافه الرياضيه كلها بتروح عليه. امبارح في ناس شافوا انه يورجن كلوب كان الى حد ما رحيم في الشوط الثاني، ان الشوط الاول اتسجلت 4 اهداف والشوط الثاني هدف واحد، في ناس قال لك ده كان ممكن يجيبوا اكتر من كده كمان. يعني هي بتبقى عارف حاله كده ساعات ممكن هم اكتفوا اللي هو حلو كفايه نريح حلو يعني الماتش 5-0 والامور ماشيه. بعض الماتشات قالت لك اذلال لمان يونايتد، النتيجه كانت يعني صراحه اتقالت يعني مانشستر يونايتد اتغلب قبل كده 6-1 من مانشستر سيتي في نفس، بس يعني النتائج اللي زي دي بتبقى صعبه. وكمان انا بقول يعني في صراع اصلا استثنائي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد، يعني صراع تاريخي من ساعه يعني سيبك من صراعه التاريخي احنا عايزين بقى رؤيتك انت الوان تو وان الله يفتح عليك. لا الوان تو وان رونالدو ونظراته وحركاته وماتش امبارح ده هيرجع انه يعمل عمل لمحمد صلاح الفتره الجايه. يعني هو امبارح صلاح خد الشو منه في الملعب طبعًا. هاتريك واسيست واداء واخد الكوره من الملعب يعني كل حاجه امبارح صلاح عملها. بتتابع بقى رياكشنات امبارح كريستيانو كان واضح ان هو يعني فاقد السيطره على اللي هو ايه، يعني هو متنرفز ليه؟ لان فرقته مش مساعداه. اللعب بتاعه بان عليه اصلا، هو المفروض ان هو في هذا الوقت كريستيانو يعني الناس حواليه هو الراجل اللي بيخلص لهم. كريستيانو دلوقتي في المرحله بتاعت انا الفينشر بتاعكم، انا اللي في الملعب انتوا تلعب يعني انا اللي بخلص لكم كل حاجه. فالنهارده لقى فرقته عاجزه ان هي تعمل اي حاجه، و3-0 في دقايق يعني ورا بعض 3-0 فطبيعي جدا هو يلاقي نفسه اتنرفز فيه كوره لما اتخانق مع اللعيبه في ليفربول في الشوط الثاني. هو حتى الامور كانت صعبه، فاكيد هو وكمان اللي هو عليه عيب ان هو مانشستر بقاله فتره واقع، فهو عايز يبقى هو سبب في ان مانشستر تعود تاني لفكره الالقاب سواء اوروبيا او محليا. هو كان متوقع كده اصلا بعد ما جه، بس ما هي المشكله مش في كريستيانو خالص، يعني هي المشكله في الاداره الفنيه، وهنا دي نقطه لازم الناس تركز دايما فيها. بتتكلم عن سولشاير يعني تحديدا. بالظبط، المدرب ده جزء مهم في الكوره. اكيد الناس فاكر زمان كان يقول لك ده اي حد يجي يدرب الاهلي الفرقه اللي مع مانويل جوزيه دي هياخد بيهم بطوله. هو بيحاول يقلل من الدور اللي بيعمله مانويل جوزيه لانه بيكره مانويل جوزيه. لكن النهارده مانشستر يونايتد، هل مانشستر يونايتد فريق ما فيهوش نجوم؟ لا، في نجوم، في افضل نجوم العالم يعني من افضل لعيبه العالم برواتب خياليه. صحيح. يعني فالنهارده ان المدرب مش قادر يسيطر فنيا على المجموعه دي، ومش قادر في الثلاث سنين اللي فاتوا ياخد معاهم بطوله كبيره، وارد يمشي زي ما كومن هو كمان وارد يمشي. وارد يمشي، بس واضح ان مانشستر يونايتد الاداره هي خلي بالك ان فكره برضه في اوروبا بيحاولوا ان هم يقللوا المشاكل بتاعت الشروط الجزائيه والعقود، لان الانفاق كبير جدا. ومانشستر يونايتد تحديدا في السنين اللي فاتت غير عدد كبير من المدربين، يمكن اشهر طبعا تغييره كانت بتاعت فان جال. الراجل كان قاعد في بيتهم فتره طويله وقال لك انا مش هدرب لحد ما استكفي من الراتب اللي انا لسه باخده من مانشستر يونايتد. فهم اقالوا مدربين كتيره، فاكيد ده عبء عليهم. فما يعني اعتقد ان هم مستنيين كارثه ثانيه، يعني هم اكيد مستنيين كارثه ثانيه او اكتر من اللي حصل امبارح. بالظبط، الكومان الدنيا برده مختلفه، لان برشلونه عندهم ازمه كبيره في كنادي، يعني النادي نفسه عايش في ازمه. فان هو يقيل كومان، حتى المدرب اللي هيجي بعد كومان، هي المشكله نفسها في النادي، النادي نفسه عايش مشكله. ده كومان اتضرب امبارح من الجمهور. جماهير هيحصل ايه تاني؟ الاداره ممكن يعني ممكن الضغط الجماهيري يخلي زي في فتره، اعتقد انا مش متذكر يعني مش متذكر قوي اسم المدرب، ولكن في السعوديه كان بيلعبوا السوبر الاسباني بالنظام الجديد في السعوديه، الجمهور السعودي هو المحب لبرشلونه كان السبب ان هو يمشي. انا مش قادر بس الاسم بتاعي، بس كان قريب. رغم ان كان في اسبانيا الناس بتنتقد المدرب وبرشلونه نتائجه وحشه، ولكن لما راح السعوديه ولعب المباراه بتاعت السوبر الاسباني وخسر وكان الشكل مش كويس، الجمهور هناك بقى لانه زام عليه بزياده طبعا. فالموضوع اتضح ليه ان دي حاجه عالميه فمشوه. فممكن كومان يعني يستنوا عليه شويه ويمشوه، لان برشلونه اصلا عنده مشاكل اكبر بكتير من هي مشكله مدرب، هي مشكله صحيح. في هويه النادي، لازم يستعيدوا هويتهم مره ثانيه عشان خاطر يستعيدوا الفترة الذهبية اللي كانوا عايشينها.